طب دلوقتي برضو بقى هنا بقينا نسمع كده مصطلحات زي سوبر ليزك، زي ليزك اكسترا، زي الترا ليزك. المصطلحات دي هل في فروقات فعلا بينها، ولا دي اسماء دلع كده او اسماء والله بص، مش قصه دلع، هو في الاخر ايه، انا كشركه عملت جهاز عايز اميزه عن بقيه الاجهزه، فممكن اديله اسم تجاري، ممكن يكون جهاز لم يضيف اي جديد عن جهاز تاني كان موجود، بس اقدر انا كدكتور بقى لو انا ايه، لو انا عايز يعني اعمل شو، ان انا ايه، ان انا اقول للعيان انا هعمل لك سوبر ليزك، اعمل لك الترا ليزك. لكن في النهايه زي ما لكن قلت في النهايه في الاخر لو احنا وضحناها. بنتكلم كتقسيم اكاديمي خلاص، دي ما اثرتش على اللي احنا قلناه خالص. احنا عندنا الليزك في الاخر بنعمل الفلاب بطريقه من ثلاثه، وفي الاخر بنضرب الليزر بايه، بانواع معينه ومعروفه. اي حد هيخترع انواع ايه، انواع جديده هتضاف للمنظومه العلميه، لكن هينزل اسم تجاري، فهو في الاخر ايه، شق تجاري يعني، من الاخر الترا ليزك سوبر ليزك كل الكلام دوت، يعني ايه، نقدر نعتبر ان هو يعني كلام تجاري شويه اكتر منه كلام علمي يعني.